السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ميموشا، ورمضان مبارك سعيد يدخل علينا جميعا بالصحة والعافية والمغفرة. اليوم كنقترح عليكم بيتزا سائلة بحشوة صحية واقتصادية، كتحضر في وقت وجيز وبمكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت. لمعرفة طريقة تحضير البيتزا ابقوا معي أخواتي حتى الآخر. بسم الله، اول شيء غنحضروا معاكم هو الحشو، واللي غنحتاج فيه بصله متوسطه وزيت نباتيه. غنمزج هاد العناصر ونخلي البصله فوق النار حتى تذبل، ومن بعد غنضيف لها باقي المكونات. من بعد غنضيف 3 حبات من الطماطم، الملح، جوج ملاعق صغار من الفلفل الأحمر، معلقة صغيرة من سكينجبير، ربع ملعقة صغيرة من الإبزار. غنمزج هاد المكونات ونخليها فوق النار. من بعد ما وجد لي الحشو غنضيف القليل من الزعتر. وفي الاخير غنضيف 2 علب ديال الثوم، وغنمزجهم جيدا مع باقي المكونات ونخليهم جانبا حتى نحتاجهم من بعد. في الحشو غنحتاج ايضا 2 حبات من الفلفله، غنقطعها رقيقه على شكل طولي ونرجع نقطعها على 3. وإذا كانت عندكم الفلفله صغيره فقطعوها فقط على 2. ونفس العمليه غنقوم بها بالنسبه للفلفله الحمراء. وبالنسبة للعجين ديال البيتزا غنحتاج فيها 2 ديال البيضات، ونصف كأس من زيت الزيتون. غنطربهم جيدا، عاد من بعد غنضيف باقي المكونات. غنضيف ايضا كأس من الحليب دافئ، ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، الملح، والقليل فقط من الإبزار. وغنضيف 2 ديال الكؤوس ونصف من الدقيق الأبيض، وكيس من خميرة الحلويات، وغنمزج هاد العناصر جيدا.
وبالنسبه للدقيق ما تضيفوش بالكامل، يعني ضيفوه على مراحل حتى تحصلوا على القوام المناسب. في الاخير غنضيف على البام الياغورت مسوس والقليل من الزعتر. غنخلط هاد المكونات مزيان، نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها ترتاح 20 دقيقة. قبل ما نوضع العجين في القوالب غندهنها جيدا بالزبده ونرش عليها الدقيق. من بعد ما خليت العجينة ترتاح 20 دقيقة غنبدا نملا القوالب. حاولوا ما تملؤوهمش جيدا، ملؤوا فقط الثلثين من القالب حيت مازال غنضيف الحشو والعجين غيتنفخ في الفران. غنضيف الحشو ملعقة بهذه الطريقة ونحاول نوزعه فوق العجين. وغنضيف ايضا قطع من الزيتون والفلفله اللي كنت قطعت من قبل شرائح رقيقه. انا ضفت فقط كميه قليله وانتم يمكن لكم تضيفوا الكميه اللي بغيتوا، وايضا بالشكل اللي تشوفوه مناسب. وفي الاخير غنضيف له القليل من الفرماج حمر محكوك وندخله مباشره للفرن، ونتلاقى معكم من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي. Thank you.
هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا، كتجي رائعة شكلا ومذاقا. وفي الختام كنتمنى تشاركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب وعلى زر الجرس باش يوصلكم الجديد، فضلا وليس أمرا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.